المشي ببيروت عم يصير يوم عن يوم أصعب. أصلاً شو كان بيخليني أرجع أظهر من البيت غير أنت؟ في اللي شاف، في اللي عاش، وفي اللي مات. بس تقول انك منصاب بيتقل الجو فجأة وبيصيروا ما يعرفوا وين بدهم يطلعوا وشو بدهم يقولوا. اصلا العالم ما بدها تسمع عن يلي انأذوا، عن الناس اللي ما بينها بين. هديك نهار خبروني عن ضحية اخرس واطرش، وقت لقوا جسمه بعد يومين كان بعده سخن، وامه بعدها بتتخيل كيف كان مدفون هو عايش، مش قادر يصرخ، ما في مين يسمعه ويساعده. خبروني هالخبرية على فنجان قهوة، لأنه هو الموضوع اللي بنحكي فيه على فنجان قهوة. بنحكي عن الموت، عن كيف عايشين، عن إنجازات صغيرة، عن الكهرباء، عن المي، عن البنزين. أكيد بنحكي عن السياسية اللي وصلونا على جهنم، كيف في ناس بعد ريحتهم. كنت بعرفه للشاب، كان اسمه شادي. آخر مرة شفته كان عم يشتغل بباركينج. بس شادي هلا رقم، رقم من أرقام شهد انفجار 4 آب. كان لازم نسمع كلمتك، نتخبى معك. سبع سنين كانوا النيترات بالباور، 7 سنين، 7 ضرب 365، 365 نهار ضرب 24 ساعة، 24 ساعة ضرب 60 دقيقة، 60 دقيقة ضرب 60 ثانية، 220,800,000 احتمال. وما لقيت حالي غير عم بركض لجيب الكاميرا وصور شو كان عم بيصير قبل ما تبج الدنيا بوجهي. شو كان صار لو انا كنت عم مشيك بمرمخايل نهارتها؟ بصلحه، منه اول انفجار ومنه الاخير. هيدي منا عيشة كلاب، نحن تماسيح نتقبل الزلية اللي عايشينه وبنركض لنسمي موتانا شهداء. منعيش ظروف لا بشري مفروض يعيشها ولا حتى حيوان. كنا عن جد عم نحاول نغير البلد، بس فجرونا. ركضنا لنصلح ونزين وننسى، شو فينا نعمل غير هيك؟ إذا بعد مرة بسمع كومي من تحت الردم بنتف حالي. كل ما أتطلع بالمراية ما بلاقي حالي كزهرة لوز بنيسان. يا ريت في ركب سائلة وورق الكسر اللي براسي. مشكلتي بتذكر كل شيء. بتذكر أول مرة شفت وجهي بحمام المستشفى، قربت على المراية لشوف لأنه ما معه عيناتي، كسروا. بعدها طعمة الدم بتمي، وبعدني بسمع أصوات ماكينات السواق. بتذكر المرضات برابع مستشفى هن عم يركبوا قاعدة أرجيلة وأنا ومش فهمان شو عم بيصير فيها. بركي كانوا مفكريني نايم؟ صرخت المرة بالإرجانس بجوني، بس شفتني عم بقلب عيوني وأنا إلا ما بني شي. ضغطي كان 4.
بتذكر العتمة وريحة الموت والمساعدات والجمعيات ودق البواب. كنا لابسين ماسك نهارتها؟ شو بشعني هيك العالم؟ أنا كيف رجعت على هالبيت؟ على هالحي؟ شو بعدني عم بعمل هون؟